اروح للوادي الجديد، كان الناس المغتربين اللي عايزين نتيجة الوادي الجديد. الو، استاذ احمد بهنوس من الوادي الجديد، اتفضل. ازيك يا عبد الناصر؟ ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. ويعني الشكر والتقدير من اهل محافظه الوادي الجديد لبرنامج حضرتك على اليوتيوب اللي مكسر الدنيا ربنا واللي يخليك، بيرفع اسم الاخلاق والامل في مصر ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك ابو حميد، اتفضل. هو طبعا حضرتك طبعا لسه ما عملتش لجنه الانتخابات النتيجه الرسميه، بس طبعا احنا عن طريق شغلنا عرفنا طبعا نجيب النتيجه النهائيه، ان حصل الاعاده في دايره الخارجه ودايره الداخله. الاعاده في دايره الخارجه، اولا عدد الناخبين في محافظه الوادي الجديد او في مركز الخارجه 28901، عدد الأصوات الباطلة في مركز الخارجة كانت 3306، تمام. عدد الأصوات الصحيحة 25295. تمام. الإعادة بين مستقل الحاج أحمد العغاطي جايب 6081 صوت، والحاج عبد الحميد منصور المستقل عن حزب مستقبل وطن جايب 5854 صوت. تمام. مركز الداخلة، الإعادة ما بين الحاج عربي كامل يماني فردي حزب مستقبل الوطن والأستاذ حمدي محمد علي. دي آخر نتائج إحنا عرفنا نجيبها، يعني طبعا عشان تعرف الوقت متأخر حضرتك وكده يعني يا فندم. أشكرك أبو حميد، شكرا جزيلا وبالتوفيق، ربنا يكرمك أبو حميد. شكرا جدا لسعادتك يا فندم، شكرا. دايما دايما سداد يا أبو حميد يا محترم. ربنا يخليك يا عبد الناصر، من نجاح لنجاح والله يا فندم، وان شاء الله الخير باذن الله احنا هنشوفه ما دام رجال محترمين متمثلين في حضرتك باذن الله موجودين في البلد دي والله يا فندم. ان شاء الله خير والايام الحلوه هترجع تاني يا احمد، شكرا جزيلا. ان شاء الله، شكرا لحضرتك يا فندم، اتفضل حضرتك. طيب ادينا جبنا لكم الوادي الجديد يا جماعه، كان تعرفوا احنا ايه، اي حاجه تحت امركم. الاستاذ محمد سعد بيمسي على حضراتكم، استاذ محمد سعد مساء الفل. أنا آسف والله كنت بتوضأ. حاضر يا عم، لا ربنا يكرمك وادعي لنا وأنت بتصلي. كان بيتوضأ الأستاذ في القاهرة الجديدة الرحاب. كل المصريين في مونتريال والله بيتابعوك، الأستاذ خالد بكر حبيب قلبي. مونتريال دي فين؟ انت اتوضيت؟ انت بتتوضى وبعد كده صليت ولا ايه يا معلم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. زمزم ان شاء الله. ازيك يا محمد؟ ربنا زمزم. يخليك يا رب جماعه. ربنا يخليك يا حبيبي، قول اللي انت عايزه. والله يا استاذ عبد الناصر انا مبسوط جدا ببرنامج حضرتك، وانا شايف انه يعني اثر اكتر من ما كنت في الحدث. الحمد لله الحمد لله. والله العظيم وان الله من احسن عمل. انت بتكلمنا من الرحاب؟ من الرحاب يا فندم. اسم حضرتك؟ محمد تركي. حماده سهران، انت عندك شغل ولا اجازه؟ لا لا لا، تاني يوم اجازه، ما تقلقش سهران معاك، ولو في شغل احنا رجالتك يا باشا ولا يهمك. ربنا يخليك، قول اللي انت عايزه يا حماده، اتفضل. والله يا استاذ عبد الناصر ده كان شيء متوقع، يعني واحد شتم مصر كلها، ما سابش حد اللي معاه فيه، خطف اعراض الناس، ده شيء يعني دي النتيجه، هي ابنه وقع وهو ان شاء الله في الطريق باذن الله. انا على ثقه في ناس ميت غمر، مفيش ثقه فيه حاليا، انسان شتام لعان، يعني والله ما خلص الكلام يا استاذ عبد الناصر. ربنا رسالتك وصلت لاهالي ميت غمر وربنا يتممها على خير ان شاء الله. ربنا يعينك يا استاذ عبد الناصر. وسلامي وسلامي لكل الناس في القاهره الجديده. يوصل ان شاء الله. شكرا يا محمد، مع السلامه. شكرا يا محمد. الاستاذ خالد بكر مونتريال كندا، حبيبي يا خالد يا محترم. حبيبي تسلم يا استاذ خالد، تحياتي ليك وكل الناس في مونتريال. يكفيني فخر مجهودك، ربنا يخليك. أشكرك، شكرا يا دكتور محمد صبحي، بس في مشكلة في التليفون بتاعك بجد. أنا من جدة، كلمني لو سمحت يا عبد الناصر. حاضر، عايز أعمل مداخلة. أبو ندى، عينيا أبو ندى، عينيا أبو ندى.
ربنا يبعت بس ابو سنيدي يبعت لنا اي معونه بس عشان حتى نشحن التليفونات. بريء دعبس، انا سعيد. بريء، اسمك بريء، حلو والله اسم بريء. اتفضل. ده عبد الناصر. قول لنا بتتكلم منين، من جده، وقول لنا اسمك وفي دقيقه المكالمه. انا ابو ندى من جده، من حي الزهراء. اتفضل يا حبيبي، حي الزهراء، حبايبنا في حي الزهراء، انا كنت قاعد هناك. انت كنت انت صعب صعب معطي. ايوه انت قابلتنا ولا ايه؟ انا كلمت صعب صعب معطي يومين. ايوه صح، برافو عليك، اتقابلنا في الزهراء صح. بالظبط. حضرتك بس انا عندي اربع ابيات هقولهم بس للاخ اللي سقط النهارده. اتفضل يا حبيبي. سقطت يا ابن مرتضى واسفاه، بكره الصفيحه هيحصلك وياخد على قفاه، يرجع اللي سرقه واللي نهبه واللي خفاه، اصله مريض وسافل لا شفاه الله ولا عفاه، سباب ولعان ونور قلبه ربك طفاه. حبيبي 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 حبيبي، تنفسوا، قولوا اللي في نفسكم. هاني عزم رياض، مسيحيه، مساء الفل يا هاني. امواج هادئه، احمد الجبالي، حبيبي يا احمد. الاستاذ محمد سعد، يا ابو حماده البلد بتنضف والله يا عبد الناصر، لا تقلق، بمس عليك حبيبي. يا استاذ محمد عبد اللطيف، اوعى تنسى انتونيونس حبيبك، ذنب انتونيونس يا هاني حتاتا، فاكر الغالي 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 انتونيونس الغالي، انتونيونس اللي روح مواصلات لليونان، ركب 3 ميكروباص عبال ما وصل. مصطفى، انا جزائري اشجع الزمالك واكره رئيسه، والله انت راجل محترم يا درش، لو تبعت لنا تليفونك نكلمك والله، من الجزائر وبتتابعنا حاجه تفرح يعني، لو ما زلت صاحي ابعت لنا تليفونك واحنا نكلمك، انا بعرف اتكلم جزائري كويس. الاليوبيه ملهاك نصيب ولا ايه؟ يا عم ليها نصيب ونص يا ابراهيم يا بيه، عينيا ليها نصيب ونص وثلاث ارباع، جوعت بقى جوعت. تحياتي من دنفر ايه؟ كولورادو؟ دنفر كولورادو دي فين؟ دنفر كولورادو دي؟ بعت لنا قول لي فين دنفر كولورادو دي؟ السلام عليكم. الو السلام عليكم. منين من الاليوبيه بقى؟ ازيك يا معالي الباشا؟ منين من الاليوبيه؟ انا اذكر لنين بس انا عايز اقول له واقعه حصلت لصفيحه على الطريق الزراعي. كانت فضيحة يعني. قول يا حبيبي. نزل قبل كفر شكر بشوية كده عند في شركة اسمها عقل بتاع حديد. نزل في الكافيتيريا اللي كان واحد جنبه نزل يجيب مية، المهم الأهالي لمحته فضحته وقعد يجري ورا العربية صفيحة صفيحة وبهدلوه بالتراب وبهدلوه العربية. ساعة ما دخل الاستراحة دي واتصور مع أمين الشرطة. ايوه غير، وخاف منهم وقعد يستخبى في الكافيتيريا لحد ما الناس مشيت والبلطجيه بتوعها مشوا الناس والكلام ده كله. طبعا بيقول لك الاهلاويه والزملكاويه بيحيوا. احنا كرهنا الراجل ده وزعب ناصر، والراجل ده فعلا احنا ما بقناش طايقين نشوف شكله. رساله الاهالي متغمر سريعا بقى. احنا بنقول لرجاله 100 غمر يعني بجد كفاياكم بقى، يعني كفاياكم انك انتوا تنجحوا واحد مهتوه زي ده، لا عمل لكم حاجه ولا يصلح ان هو حتى يمثل يعني اقل قريه عندكم في موجوده، فان الراجل ده لا يصلح اصلا انه يخش انتخابات نقابه شركه حتى. ربك كريم ان شاء الله. تسلم يا صاحبي. تحياتنا لك يا استاذ ناصر، تحياتنا لك. وانا بشكرك انك سهران بتتفرج علينا لغايه دلوقتي. الله يبارك لك يا معلم الباشا، اتفضل يا باشا. شكرا. ابراهيم يا محترم يا ابو خليل. انا من الدمام السعوديه، وفيق عرفات، مساء الفل يا وفيق. معتز من امريكا، احبك في الله، ربنا يخليك يا معتز. انت راجل يا عم الله يخليك، من بنسلفانيا امريكا، بنسلفانيا امريكا.
بنسلفانيا امريكا. حاضر، في مداخله عندنا من ميت غمر. حاضر يا مصطفى، والله عجيبك يا مصطفى. دقيقه واحده بس، والله العظيم انتوا ناس محترمين انكم سهرانين لغايه دلوقتي. ايه يا عم اسيوط، مالك؟ احسن ناس اسيوط، اكلمك فورا يا حبيبي. بس انا بكلم حد من امريكا، لو ما ردش اكلمك على طول. محمد صابر، خلي البلد تنضف ان شاء الله، هتنضف. سلام عليكم. فتح رساله. طيب اخد 100 غمر ده عشان ما يزعلش. ده صوت، ده صوت غالي، ده صوت غالي يا ناس، ده صوت غالي، ده هيطلع على الصناديق يقول لا ويبصم على لا ويستمتع. الغالي اللي هيقول لا، تعالى يا مصطفى يا نبوي، مصطفى ابو ورده، تعالى يا غالي، ابصم على لا بالعشرين، رجليك وايديك.